اما تبكينا في يعني حالتي يعلم بها ربي. واحد يشوف ظناه وفي الحالة هذيك يعني بصدق يعني شيء مرعب. الحالة ما تستوجبش الصبر. شنو تطلب؟ الحاجة تطلب الحل عاجلة. هي حلول عاجلة. نحن نطالب بقافلة صحية من معهد باستور. نحن تو في حالة فزع. ما جاتناش. نحبوا قافلة صحية من معهد باستور من العاصمة اللي تجي وتحل لنا لصغيراتنا. أنا عندي وليد كي نبعثوا المدرسة نقول يا رب إن شاء الله يروح مش مريض. نهار نفكر باش نبعثوا ونهار نفكر باش ما نبعثوش. للأمانة أنا نقري في مؤسسة تربوية نلقى العملة زوز عملة مرضى بهذا الداء. نفكر نقعد ونقري ولا نمشيش نقري. نحن هذا نداء إلى السلطات أن تتدخل تدخل عاجل. تعرفوا أنه البنية التحتية نتاع المدارس ربما تشكو بعض النقائص. النقائص هذه الحقيقة ربما لقدم هذه المؤسسات، ثانيا ربما لنقص الاعتمادات. تعرفوا أنه الدولة خارج من الثورة وثم عندنا نقص في ربما الاعتمادات الموجهة للصيانة، لكن زاد ثم مجهودات كبيرة معناها قاعدة. لكن النقص هذا ما عندوش علاقة بالثورة، النقص هذا من قبل الثورة موجود. من قبل الثورة ربما. بعد الثورة يعني يفترض خاصة في المنطقة بين ويتم رصد اعتمادات اكبر للمناطق اللي هي مهمشه واللي الناس عملت فيها ثوره. انتم معنا كمعتمد هل طلبتم مثلا الحكومه بان معناها ترفع في الاعتمادات للمدارس هذه؟ هو هذا مطلب معناه قديم وجديد. مطلب الاعتناء بالمدارس الابتدائيه خاصه المدارس الريفيه منها لما تعانيه من نقائص. احنا كسلطة نتفهم وضع الدولة، لأنه الدولة ما عندهاش كل المدارس، عندها البنية الأساسية، البنية التحتية، عندنا كل شيء، عندنا مستشفيات، عندنا مستوصفات، هذه كلها راي من اهتمامات الدولة. الحقيقة نعرف أنه الضغط متزايد وطلبات متزايدة. الحقيقة الحمد لله معناها السلطات نتفهم الوضع نتاع البلاد وعاونتنا. معناها احنا كم من مرة معناها نطلب معناها تدخل عاجل والحمد لله معناها يلبونا معناها ما طلبنا. المدرسة البنية ندى مساوي تقرا تحضيري الكريمستر تقريبا من شهر برامون قبل العطلة جمعتي ما جيتش تقرا مريضة مرض بوصفير كان موجود باش نكونوا واضحين معناها واضح حتى على بعض الكلام المسابين واضح البنية غابت ما ماتتش في المدرسة هذه حالة مات معناها في دار مسار ما عندش حق الوضعية في السبيطار والواحد ما عندش عليها فكرة صارت حالة الوفاة هذه اللي متأكدين أن العدوى توجدت في المدرسة مش بالضروره المدرسه هي مصدر المرض، اما العدوى صارت في المدرسه بحكم اللي كنت مع بعضهم. من بعد صار احنا عملنا معناها اضطراب نحن المعلمين لهنا وجو معنا الاولياء باش طلبنا معناها بطاقه صحيه جانا المعتمد المرة الاولى جا الوالي من بعد جت قافله طبيه حلت الصغيرات الكل الحق اللي لقوهم مرضى بعثوا فيهم جماعه لصفاقس وفما حالات اخرى مرضى غايبين تو عندهم اكثر من شهر. قداش من حاله هذوما اللي غايبين تو؟ اللي عندي هنا تلميذ سنه زوز اللي عنده سنه خامسه. ايوه. مرضى غفران هذا غفران على تقريبا ثلاث شهور. اول حاله جاتني لها اكثر من عام. هكا جمله. اكثر من عام، ما جاتش في السعيده. بون. جات في فتناسه. فتناسه اللي في فتناسه. سي اول حاجه في البوزيديين سي 5 كيلومتر 6 كيلومتر هكا فهمتني معناها من وقت الحالات تتزايد بيان سور اي حسب معلوماتك قداش ثم من حاله تقريبا في السعيد بون ما نجمش نقول لك قداش من حاله خاطر انا ميدسان برميدات الميدسان فما لو ديسبونسير فما الواحد مي اللي بوكو دكا معناتها برشا حسيت بهذاك وجه اصفر هزيت للطبيب عملت تحليل قال عنده بوصفير زدت عملت تحليل قلت عندي بوصفير وقتاش هذا الجمعه هذه بوصفير وهو عامل تلقيح ايه حول اي مش قلق كبير قال عنده بوصفير اي شو لازم تعمل خذيت له دواء مزيل نزلت تو عنده جمعه وحالته كيفاش حالته تعبه ياسر ما عادش نجم ناكل الماكله نحس روحنا حتى انت زاد فشل نحس فشل فشل كبيرة وسخانة عشان ناكل في الدوية طمنك ولا كيفاش؟ طمني وني خايفة لازم تفهموا اللي هو ماهوش مرض مخطر
فما انفوبي دو لابتيت ا، لابتيت ا ماهيش مرض قاتل في حد ذاته، معناتها اللي يكون يقاتل مش كما لي زوتر هيباتيت، فهمتني؟ لكن وقت اللي يجي الانسان عنده نقص في المناعه، فهمتني؟ انسان عنده امراض صغير، عنده امراض قبل كما السكر، كما فقر دم كبير، كما واحد ينجم يتسبلوا في تعكر الحاله هكي. مثلا الربو، امراض صدريه مقلقه، ما ينجمش يعني تعكر في خلف هذايا، ينجم في ديكا اكسبسيونيل، ديكا تري رار، انه يتعدى تعمل بنكرياتيت. اسباب هو التلوث، التلوث، المال المسخ، الفضلات، الفضلات انتشرت في المنطقة برشا، فهمتني؟ ما فماش بلدية اللي هي بتهز الزبلة، وفما واحد بسبب عدم جمع، عدم النظافة، عدم النظافة، عدم النظافة. سيتو مشكلتنا نتاعنا احنا في الصحة، نحكي على ليداتيك، فهمني؟ انه بالنسبة ولاية سيدي بوزيد بصفة عامة ناقصة تجهيزات بالباه، كيفية مهولة، ناقصة كإطار طبي مختص، فهمتني؟ وك معناتها الماتيريال، الماتيريال ناقص. وزيد المال احنا هذا المسافر كل المواجه، المواجه اللي تيجي فيها الحوت، تيجي فيها الدجاج، تيجي فيها الغبره، اللي تعمل ثنا الفلوس، تيجي ثنا الاب يتنبهونا ويفدونا داخل على الاقل حتى الماء، حتى مشفى. رانا في ريف، راهو مع الناس، رانا في جبل، راهي العباد موته في حالهم، حتى الماء يعطونا الماء، يعطونا الماء، راهي واجه يعطونا الماء، يعطونا الماء، نشرب الماء موسخ، يعطونا على المشروع، مرض الصغار كان الماء تو معقد، المرزيق هو محطوط، كل شيء مريكل تو معقد، تو معقد يعطونا الماء، نحن ما حاجتنا حتى شيء، حتى المستوصف نمشي المستوصف، راهو كل مواجه، يعطونا الماء فقط. انا اخي فوض جاء وزير الداخليه وعمل لك الزياره هاكي، بارك الله فيه، لكن سي با لو مومون، الدوله حاشتها بكل فرنك، فوض اللي باش تعمل هكا يا خويا، اعمل شبكه شبكه مائيه اللي وصلها الماء الساعه، بك الفلوس هكا وصل الماء. والمرض هذايا عنده علاقه بمساله الماء، ما يصرح شراه ولا بيان سور ما ملوث. تم بعض المدارس الاخرى التي تعتمد على المواجل، ربما ما عندهاش حتى كيما المدرسه هذه تعتمد على المواجل. هذه المدرسه هذه صحيح ما يبدو عليها 700 متر. الحقيقه تم برنامج كبير، احنا انا كما اعتمد رجاب عملت معنا احصائيه على المدارس بتاعنا الكل، وشفنا المدارس التي تفتقر الى صلاح الشراب، والحقيقه تم عمل كبير معنا قمنا به في هذا المجال لربط كافه المدارس الابتدائيه التي تفتقر الى صلاح الشراب بالماء الصالح الشراب ان شاء الله في اقرب الاجيال ان شاء الله. والله شوف هو فوالا حضرنا فيه احنا كساده معتمدين مع بعض المناطق الاخرين، والممثل عن الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، وممثل على المندوبيه الجهويه للتربيه، وكذلك ممثل على الفلاح. المدرسه اللي تقرب اللي عندها قريبه على الريزو نتاع السوناد سيقع ربطها بالماء عن طريق الشركه الوطنيه، واول الامل المدارس التي معناها يصعب ربطها بالماء عن طريق السوناد فسيقع اعتماد، يقع اعتماد معناها الجمعيات المائيه. بالنسبه للاجيال ان شاء الله تو الدراسات انطلقت، انطلقت وان شاء الله عندها جوكروا عندها تو عندها يمكن بريبري شهر، شهر او اقل شويه. ننتظروا منها معناها في ظرف الشهرين هذا ربما تنتقل معناها نتعدوا للفاز المرحله الثانيه، هي دراسه الكلفه ودراسه الماء. مازلنا مازالوا تلاندو شي ثانيه برشا، هما استنوا برشا، هما راهم استنوا، هما راهم المدارس هذه راهي ما كانتش مربوطه كما لاحظتوا انتم هنا، ما فيهاش ماء خلاص. اذا احنا ديما راهو المستقبل خير، احنا كي نقولوا انه المدارس باش ترتبط باذن الله ان شاء الله باش يصير هذا. لا 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 لا
وسبيطار مع الناس. والله صدقني هزيت كنا الاثنين من رقاب يعدوني قالوا ما عندكش فيزا عندك في صفاقس. هزيت من صفاقس ومشيت كنتي ولا مات في صفاقس قالوا لي برا عادش بكم تزاش الفيزيت له علاش تهز تجيبوا صفاقس وتعدوا واش الفيزيت نتاعتكم ولا عدوا للسوسه. يا بنيتي هذيك يا بنيتي ما دخلوها لي كان بدرها وخلوها في البياصنا قاعد اللي طب الدنار. يعني خلت بنيتي كان هم عدوا على البرح كله في البيت. اللي يتعني رانا على الأقل المستوصف. ديلت الفجر، الفجر بالضبط كي عايتت ويعني طاح الطول يعني كل أغمى عليها شوي. هزيناها طول الاستعجالي في الرقاب. عملوا الواجب اللي في جماعة الرقاب عملوا الواجب في ساعة في ساعة وعدوها لسيدي بوزيد. سيدي بوزيد ثم شوي طب ثم طب أطفال نهار لحد ما ثمش. شنو ما نفهمهمش ما نفهمهمش بصدق بصدق خاطر نجري في جروتها تقول لي أدماء أدماء هي بنتي مغمى عليها وأدماء نخلت لصفاقس. قالوا لي جماعة سيدي بوزيد ما كلموناش تحمل تمشي ترجعها هكا اي تمشي ترجع لسيدي بوزيد انا ما شفوهاش هي مرميه قدامي تو بنتي تموت قدامي راهي مش المهم بالاخذ والرد بيننا وبين الاداره وبين الواحد دبروا لها غرفه في بالي 9 على 10 باهي ومش غرفه مكيفه يعني غرفه مع المرضى لان انعاش يلزمها هي جابوا لها الاحداث جابوا لها تحليل تحليل قالوا لها نقص دم ابيض الدم الابيض في الام واقفه قالت لهم يعني تحك فيه بيديها باش يسخن باش مش يعني يجيبوه حاضر ولا يحك فيها بيديها قرابه نص ساعه توا ممكن 11 ونص نصف الليل به نفس العمليه بعد ما تمت الدبوه الكميه الاولى نفس العمليه يعني جابوا لها كميه الدواء الاخرى كان في ريجو لانه هو حساس شوي تحك فيها بيديها ممكن 4 ساعة نصف ساعه هكا باش يزيدوا ركبوه لها يعني وهي مغمى عليها هي مغمى عليها مع يعني صي ما عادش شنو هي الاطار الطبي اللي مشيتوا معناها الطبيبه هذه منين معناها طبيب خاص ولا طبيب خاص اي وكيفاش بعد عندك تغطيه اجتماعيه رجعت الفلوس كي تمشي تعمل فيزيتا لا لا تخلص من فلوسك ما ثماش تغطيه اجتماعيه لا لا وال هون في الصعيد ثم مستوصف ايه مشيت له مشيت زر المستوصف وعطاك حاجه توقيت معطوني بحاجة بالبلاش ما ثماش كان بفلوس ما عندهمش دويات كافية هنا ليش كده تدفع فلوس الدويات مثلا 45-46 كل مرة كيفاش وانتي شريت 240 240 دينار وكاري كاري نخلص فيه 50 دينار كاري وخاتمة وذو خاتمة وذو وعندي 5 صغار ساعات والله لا نوصل لهم مش نشري لهم حاجه حاجه هيك الحمديه مثلا ما يعاونكمش ما عندنا شيء ونمشي عملت تحت وشكيت قالوا لي قولي لهم ما عندنا شيء تو ما عندنا شيء نمشي نشكي يقول لهم ما عندنا شيء تو الصغار كلهم يقراوا ولا ما عندش باش نقري عندي كل بنيه تقرا في الاولى وعندي بنيه تقرا في السابعه اول عام وهذا زاد ما يقراش ما عنديش باش نقري ما عنديش باش نوصلهم فغمضة بيا انا نحب نوصلهم نقول بلادي حتى تونس تونس لان مبنى تونس بلادي بلادي عزيزة ان جارت علي فهي عزيزة هذا لاني نحب اولاد تونس ونحب تونس في علمها ديما يرفرف واولادنا ديما في خير وان شاء الله ان شاء الله كل مسؤول يخدم البلاد من موقعه ضمير والله يرحمها ندى وان شاء الله ان شاء الله تكون عبره